أنا أعرف أصحاب القصة هذه. كان فيه شاب، وهذا الشاب معروف ببره بأمه، وكان شاب فقير، ما كان شاب غني. يوم من الأيام يقص للشاب هذا نفس القصة، يقول يوم من الأيام دخلت على أمي ولقيتها ضايق صدرها، قلت وش في تسمى عسى ما خلاف؟ قالت والله يا ولدي إني مستحيت منك، لكن هذه فاتورة الكهرب 500 ريال، والله ما عندي أحد يسددها، والمشكلة أنه في إنذار فصل وأخاف يفصل على الكهرب. الولد يقول والله ما أملك من الدنيا إلا 500 ريال في حسابي. يقول قلت لها يمه طب كلمي إخواني فلان وفلان ساكنين معنا بنفس البيت، كلميهم يسددون. قالت كلمة عجيبة، قالت أنا والله ما أمون إلا عليك، ما أمون عليهم، يا سعدك إذا صارت أمك تمون عليك. ترى في بعض الأمهات تمون على عيالها، وبعضهم لا تخاف منهم لأنه لا أعطاها العطية هذا صحيح، وبعضهم تقول هات اللي في مخباتك ولا عليها. ليه؟ لأن وصلوا إلى درجة من الحب تخليها تمون عليها. أنتم كذا يا شباب، حاولوا تكونوا كذا، لأن هذا هو البر. مو بالبر أنك تنتظر تطلب، البر أنك ما تخليها تطلب أصلا، تفكر فيها قبل ما تطلب. قال هذا الشاب شوفي يما حاولي بالعيال، والله ما معي إلا 500 ريال، وحنا باقي على الراتب كم يوم، وهذه يعني مصروفنا. قالت خير إن شاء الله اللي تشوفه يا ولدي. طلع الولد يقول أبد، ركبت سيارتي وطلعت على ركبت الخط الدائري. يقول لك قمت أهوجس مع نفسي، قلت الحين أنا لو جام ضيف رحت أتسلف علشان أعشيه ولا غديه، وهذه أمي تقول سدد وأتردد. يقول وأنا أرجع، يقول يوم دخلت البيت ويوم شافتني يقول والله تقعد تبكي. قالت والله اني داري قلبك ما راح يطاوعك، لكن يا ولدي ماني معطيك. قال لا هاتيه. ويوم اخذ الفاتوره انتبهوا، ما قال هاتيه الله يعين ما فيه الا انا ويثم يخرب العطيه، قال هاتيه وبيض الله وجهك، عطي الراس بس وابشر يا ميمتي، يبي يحلها الله ويبي يفرجها الله، ووسع صدر امه ما خلى امه يضيق صدرها، وراح وسدد. يقول قعدت والله ما معي ولا ريال، يقسم بالله ما مضى عليها 24 ساعة إلا واحد من المشايخ وهم قاعدين يتعشون في مطعم ماريز بعد هذا، يقول كنا نتعشى هناك معزوم، يقول ما عرفت أكل ذاك اليوم من زين أكلهم، يقول جاسم معهم، يقول الشيخ التفت لي قال أبو فلان شو أخبار الدين؟ قال والله بشرك بزود كل ما له يزيد عياله ينقص. يقول يطلع شيك والله يكتب لي 50,000 ريال والله العظيم. يقول أنا أخذ الشيك وأطير من لحظتي الساعة 11 بالليل أمي نايمة، يقول أطق الباب تفتح لي من الباب وش فيك بسم الله عليك؟ قال الله يسامحك يا أمه. قلت وش العلم؟ قال ما صارت الفاتورة 1,000 ريال هل 500 جابت 50؟ لو هي 1,000 كان صارت 100,000. ولذلك ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، فما بالك إذا صار مع أمك ولا مع أبوك. فيا أخواني تعاملوا مع الروح، ترى الروح حلوة وربي يحبها، اكرموها يكرمكم الله، ارحموها يرحمكم الله، عزوها يعزكم الله، أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم.